جينيفر تقايت يتنازورت اللي تمتلني الظاهرة اللي باهرة استوهمان داري مازيان الموسيقى هذا الريتم من إيقاع نمارك نرويس أقبور تضر في اللاس تضر في اللاس تضرب في اللاس مزيان تفنجيس كرانت غوسة اللي تسجيل كرانت غوسة اللي ترى وخا كله تكامل نوت ميزار يضنين اللي اختوش كاسغيت اللي يمارجان تفنجيسة جايونس أنا كبرت في مدينة بوسطن في ميريكان وأنا عزيز علي الموسيقى أمي هي تدي البيانو هي معلمة بيانو وبابا هو كمان ولا ميزيك كلاسيك وهما دخلوني في داك شي فاش كنت صغيرة فاش عندي باقي 5 سنين أنا بديت تنحفظ البيانو كمان وتنغني وكل حياتي أنا تنغني ومن بعد أنا دخلت جامعة يونيفرسيتي زعما وقريت الموسيقى تما وجي ديكوفري لا ميوزيك عرب من بعد وفاش أنا ساليت مع قراية في يونيفرسيتي أنا جيت للمغرب حيت كل حياتي أنا ماشي كل حياتي ولكن فاش كنت عندي 12 سنين كنت بغيت نجي للمغرب عندي واحد الحلم بغيت نجي تما تيليا تغوصة يا ضنين هو أنه إمازيغن أرتسحسون بما توسنن سن تتليتن سن تماجيت تزوري تيو حقار غايدي زرين وخا غيلاد تليت نكرا يمقورن ولين ندو كان زرين أبراني يشكدي تم استمازيخت إما أرجسي شنو بوش أرجسي تباحات إما أرسرسي تيرير إما يوم زتا أفلا سيسكار تاوري أرباه رد فرح نمايا نشكو إقادر سنغين شتن يتسمغورت مقورن يتوسنا تمازيغت زوري تمازيغت وكان جونيفر نتت تميز باه رف تجربة كيلي غايدي زرين Yeah.
كي لي غاقود لي ارتيرير ولا نتات كثار رايس تفكين سي مع بهري فولكين انما اولنس الا قيس لاكسون الا قيس لاكسون ني رومين فرنسا فرنساويت جونيفر وهو راس السفلي دار ارتيني الرا غيك اللي كاع ارتيني العين غيك اللي كاع كله الاصوات بمعنى النطق نت مازيغت ارتيني غيك اللي كاع قريت الالفابيت الالفابيت باش نتعلم كيفاش البرونونسياسيون دو مثلا حا وعا وخا وغا حيت هادو ما عندناش بالانجليزيه وغير حافظ بزاف في الاول العين زعما اللي جاني صعيب بزاف ولكن وصلت مع اي حاجه اللي بدي ديري مع الوقت وثاني دخلت الى تنغني بشلحه كاين نفس ذا سيم ساوندز كاين باقي ع وغا وخا وقا ولكن بشكل اخرى جونيفر هي يا تعرمت يا تنبقيت في مرقى مزيغ بدن ليت كان هنا تيميزار لبرا يويتن دو مرقى مزيغ يسوسم يزيل يويتن دو كي اللي دي التاوي وجي كي فوركين تزويت تكشم دي الماء ستمازير تنغ يسوسم تو مرقى نغ ارتي تيرير كي اللي غسفل دغا افغن قومي غد سمزلي غيراز دغتي اللي نيت نكرين غماس نغي يا وقرد يزيلنا تبارك الله يفولكين يسلكا من تميم بنو ماركين غولون وكان حتى الصوت نتي خارج تسكار الموال يعني تسكار سيت الاحترافيه والحنان انا قريت في الجامعه في كندا في مونتريال واحد البلاد انترناسيونال كاينين المغاربه بزاف تما وانا عندي الاصدقاء بزاف من المغرب هما كاملين تيهضروا على المغرب تيقولوا واه زوين المغرب خاصك تمشي تما وكانوا تيطلق الموسيقى ديال المغرب وتعجبني ما عمرني سمعت الموسيقى شلحة قبل ما جيت للمغرب ولكن فكرت كانين بزاف انا سمعت القناوة كان عزيز علي القناوة والموسيقى العربية اللي معروفة في العالم العربية بحال أم كلثوم وأسمهال سي غوسي وين اللي باهرة عاوني جونيفر باش اختجري بيض نورار ستمازيغت انه تلا درس ثقافه موسيقيه بمعنى تغرى ازوان تساني العزف الطمز مثلا العود تسن النوتات الموسيقيه تسن التصنديبق صوت نص ديما السن وكان غدا يتفسر المخاي اللي ارتشاشك المقام نتزوري دو زوان الرويس ارتشاشك غيك اللي هي يلي درس الذكاء اللي تصنديبق اول نص نتات ديما السن كي اعتقد انه لو انه تك كل تيميزار استقف هذا اللي درسي لان راه كل التيرير سوا لي ون تميزاران دو زوان تميزاران نشكو غيك اللي تصدر الطمز المقام خ خ العقل نس تفهمت ارتي ارت الشاشك الصوت نس دي مسن انا بديت نحافظ العود قبل ما وليت نغني بالعربيه علاش حيت صعيب بزاف باش نتعلم المقامات والتاني اللغة والتاني الشكل ديال الصوت كل شيء جديد وشديت العود بدا في الأول غير باش نتعلم المقامات وقريت مع جوج الأساتذة في فاش كنت في كندا موسيقى
انا بعدها دوزت واحد المده في المغرب، انا نسيت الموسيقى العربيه، نسيت كل شيء، حيت في المغرب واحد العداء تتنسى كل شيء، تجي المغرب تتنسى المشاكل، تتنسى البرا، تتنسى انا نسيت. وفاش نسيت ديك الساعه عيطوا ليا من لبنان وجابوني Arabs Got Talent، مشيت ودوزت الموسيقى ديال أم كلثوم وأسمهان جينيفر. جينيفر تقع تسنت اللي تقع تسنت من بعد كيلي تسنت روميين اللي اللي تيرينين تورت استمزغت اسكا نحيو اللي لم تكرتسنت هي جينيفر تتساوى اللي مكسش الحيط تتساوى استعرض جينيفر تقع تاميريكانيد من بعد تدا تكمل الدراسة نسخ خمكست من كندا ربما غين أخ تبدا تنمقر تسكن الموسيقى الكلاسيكيه من الموسيقى الكلاسيكيه في دوس لبنان من لبنان اللي خدتك شمس مراكش يعني توفاد امارغان اللي نشلوح الحلقه جامع الفنا تفد الالتان تفد مين يعجبت مين فاش طلعت المغرب فاش نزلت من الطياره ما عرفش صدمت حيت ما عمرني شفت شي بلاصه بحال المغرب، ما عمرني كنت في شي بلاد مسلمه في العيالات يديروا زيف بزاف وشفت كل شيء جديد سبحان الله وجاني زوين كل شيء جاني زوين وكنت خايفه فعلا كنت خايفه في الاول شويه حيت كنت بوحدي ولكن جاني الناس زوينين ديما متحكين ديما
في حياتي انا مشيت بلاد بزاف، انا سافرت بزاف، انا مشيت كندا، ايطاليا، فرنسا، لبنان، دبي، الكويت، تونس، لبنان، بزاف. وعلاش انا بقيت ساكنه في المغرب؟ واخا ضروري على حساب راجلي، ولكن ماشي غير داكشي، من غير داكشي عجبني المغرب بزاف. وتنكون حزينه حيت الناس هنايا ديما بغاو يمشيو لبرا، تيحمقوا على البرا، ولكن تلقاو احسن غير هنايا. انا لقيت خاطري هنا. Thank you.